بالنسبة لمرض الثلاسيميا أو مرض التلاسيميا، ده مرض من أمراض الدم اللي بتصيب الدم في جسم الإنسان. وإحنا في الفيديو ده بصدد الحديث هل هذا المرض الأشخاص المصابون بمرض الثلاسيميا هل هذا المرض خطير ولا غير خطير؟ أولا، هو مرض التلاسيميا ده من اضطرابات الدم بتنتقل بين الأجيال عن طريق الوراثة. وفي مرض التلاسيميا ده، الاضطراب اللي بيحصل في الدم بيحصل نتيجة إنتاج جسم الإنسان لأشكال غير طبيعية من الهيموجلوبين وغير كافية من الهيموجلوبين، وده طبعا بيؤدي إلى تدمير عدد كبير من خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان، وبالتالي بيبقى ليه مضاعفات كتير على صحة جسم الإنسان، لأن معروف إن من مكونات الدم كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية والبلازما. وكرات الدم الحمراء تتكون من الهيموجلوبين، وهو الذي يكسب هذه الكرات اللون الأحمر، والهيموجلوبين ده اللي بيرتبط بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهو يتكون من عنصر الحديد متحد مع بروتينات. طيب، في مرض التلاسيميا اللي هو مرض اضطراب الدم، نوع من اضطرابات الدم، اللي بيحصل إن الجسم بيحاول ينتج كميات كبيرة وعدد كبيرة من خلايا الدم الحمراء. وخلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان مصانع إنتاجها بتمثل نخاع العظام. نخاع العظام والطحال هي أشهر الأماكن لتصنيع وتكوين كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان. ففي مرض التلاسيميا، الجسم بيحاول ينتج كميات كبيرة من خلايا الدم الحمراء، وبالتالي ده بيسبب عبء أكبر وضغط شديد على نخاع العظام، فده بيعرض نخاع العظام للضغط، مما يجعل نخاع العظام يعمل بجهد أكبر من المعتاد. فنتيجة هذا الضغط المتزايد على نخاع العظام، بيؤدي ذلك إلى نمو العظام بشكل أكبر في جسم الإنسان، وبيحدث لعظام الجسم تمدد. وطبعا هذا التمدد بيؤدي إلى أن العظام بتصبح أكثر رقة وأكثر ضعفا وأكثر قابلية للكسر. أيضا بيتمدد الطحال، وهو من مراكز صنع كرات الدم الحمراء، بيتمدد الطحال في جسم الإنسان وبيزداد حجمه. وطبعا ده بيأثر بشكل سلبي على وظيفة الطحال، فبيجعل الطحال غير قادر على تصفية وتنقية الدم، وبالتالي بيكون الطحال غير قادر على مكافحة العدوى في جسم الإنسان، لأن معروف إن الطحال بجانب إنتاجه لكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء بتتكسر فيه، هو له وظيفة مناعية في جسم الإنسان. وبالتالي لما بيضعف الطحال، بيؤدي ذلك إلى انخفاض مناعة الجسم، وبيجعل المريض عرضة للإصابة بأي نوع من العدوى. في مضاعفات خطيرة وواضحة بيصاب بها مريض التلاسيميا، ومن أشهر هذه المضاعفات الخطيرة اللي ممكن يصيب بها المريض هو النمو البطيء. طبعا النمو البطيء بيرجع إلى عدم وجود كميات كافية من الأكسجين في جسم الإنسان، وخصوصا إذا كان المصاب لازال طفل، لأن إحنا قلنا إن مرض التلاسيميا هو مرض وراثي. إذا الطفل اللي هيتولد بيه بيصبح عنده نقص في كمية الأكسجين، ومعروف إن انخفاض نسبة الأكسجين عند الأطفال في مراحل النمو بيأثر على الوضع الطبيعي وبيأخر نمو الأطفال، وده طبعا بسبب قلة إنتاج كرات الدم الحمراء وقلة نسبة الهيموجلوبين، وبالتالي قلة مستوى الأكسجين في الدم، فبيؤدي إلى أن الطفل بيكون نموه بطيء.
المضاعفات رقم 2 اللي بيسببها مرض التلاسيميا هي مشاكل في القلب. زي ما احنا ذكرنا ان التلاسيميا معناها فقر الدم نتيجة انخفاض نسبة الهيموجلوبين. طيب، نتيجة انخفاض نسبة الهيموجلوبين بيؤدي ذلك بيأثر على العضو الرئيسي في الجهاز الدوري في جسم الإنسان وهو القلب، فبيؤدي إلى انخفاض الإمداد الدموي وانخفاض نسبة الأكسجين اللي بتفد إلى قلب الإنسان، وبالتالي بيسبب حدوث تلف في القلب وبيسبب مشاكل ومضاعفات أخرى للقلب في المريض، زي ممكن أن يصاب المريض بفشل القلب الاحتقاني أو تضخم القلب. كمان ممكن يعاني من بعض الالتهابات زي التهاب غشاء التعمير اللي هو الغشاء اللي بيحيط بقلب الإنسان. المشكلة الثالثة اللي ممكن يسببها مرض التلاسيميا كمضاعفات ويصاب بها المريض هي مشاكل الكبد. التلاسيميا ممكن تسبب تراكم كميات كبيرة من الحديد في جسم الإنسان، وارتفاع نسبة الحديد وتراكم الحديد في جسم الإنسان بيسبب تلف في الكبد، لأن الكبد هو مخزون الحديد وهو المسؤول عن التخلص من العناصر الزائدة، فتراكم نسبة الحديد بيسبب إصابة الإنسان بتسمم الحديد نتيجة تراكم الحديد في الكبد، وهذا يؤدي إلى تلف الكبد. طبعا إذا تلف الكبد بيؤدي ذلك إلى انخفاض مناعة جسم الإنسان وتدهور وظائف الكبد، وبالتالي ممكن المريض يكون عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بي اللي هو ممكن ينتج عن تلف الكبد أيضا. كمان في النهاية بيصبح الكبد متشوه، بتصيب الكبد تشوهات وندوبات أو تندبات، وده بيأثر على وظيفة الكبد وقدرته على أداء وظيفة في جسم الإنسان، وهو ما يعرف بتليف الكبد، لأن الكبد له وظيفة في يعني وظيفة هرمونية ووظيفة مناعية. وظيفة هرمونية بيفرز بعض الهرمونات، ووظيفة هضمية بيفرز العصارة الصفراوية اللي هي بتهضم الدهون. كما إن الكبد أيضا مسؤول عن فلترة الدم في جسم الإنسان والتخلص من المواد السامة اللي موجودة في التيار الدموي. طيب، الأعراض التي تظهر على مريض التلاسيميا، الأعراض اللي بتظهر على مريض التلاسيميا ممكن طبعا أهم عرض هو إصابة المريض بفقر الدم وانخفاض تعداد الدم. لما بيجي المريض يعمل تحليل الدم بيجد انخفاض في نسبة كرات الدم الحمراء وانخفاض في نسبة الهيموجلوبين وفقر الدم، يعني كمية خلايا دم حمراء أقل عن المعدل الطبيعي. أيضا من الأعراض اللي بتظهر على مريض التلاسيميا الدوخة، المريض بيشتكي دايما من الدوخة نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين، فانخفاض نسبة الأكسجين اللي بتروح إلى مخ الإنسان فبيسبب إصابة الإنسان بالدوخة. الشعور بضيق النفس، بيجد المريض صعوبة في أخذ النفس، مش قادر يتنفس، يصاب بالصداع، وهو أيضا من مضاعفات انخفاض نسبة الأكسجين التي ترد إلى المخ. بيصاب المريض بشحوب الوجه، وهو يعني عرض شائع من أعراض الأنيميا وانخفاض نسبة الأكسجين، إن الإنسان الجلد بيصبح لونه شاحب أو باهت بسبب الأنيميا وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم. أيضا يصاب المريض بتشنجات الساق، هي من أعراض مرض التلاسيميا تشنجات الساق، ودي مرتبطة لأن أكبر نخاع عظام موجود في عظام الساق والفخذ في جسم الإنسان، فنتيجة ضعف هذه العظام نتيجة التمدد اللي بيحصل في نخاع العظام بيصاب المريض بتشنجات وألم في الساق. يصاب المريض بصعوبة في التركيز، وده مرتبط بصحة وسلامة الجهاز العصبي والمخ نتيجة انخفاض
نسبة الأكسجين بتنخفض العمليات الحيوية اللي بيقوم بها المخ والذاكرة في جسم الإنسان. أيضا تسارع نبضات القلب، بيجد المريض أن القلب بيتسارع في نبضاته لأن القلب عايز يحصل على كمية أكسجين أعلى بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في الإمداد الدموي للقلب، فده بيؤدي إلى زيادة ضربات القلب في محاولة من القلب لأنه هو يرفع نسبة الأكسجين في الجسم. ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضحها لحضراتكم بخصوص مرض التلاسيميا أو الثلاسيميا، وهل هو مرض خطير ولا لا، ومدى خطورته ومضاعفاته وأعراضه التي تظهر على المريض. في النهاية إن عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الإعجاب علشان ده بيشجعنا، نتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات، وياريت لو نحاول ننشر الفيديو مع أكبر عدد ممكن علشان تعم الفايدة. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد.